عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد المرافق البرلماني في العاصمة القطرية الدوحة اليوم جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم بحضور عدد من أعضاء المجلس. وفي مستهل المباحثات تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بالتهنئة الصادقة للجانب القطري على نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى وما تمثله من نقلة نوعية سياسيا على طريق الديمقراطية. وتم خلال المباحثات مناقشة طيف واسع من الأمور الدستورية والقانونية واللائحة المتعلقة بالمسيرة الدستورية في الكويت وكيف يمكن للتجربة القطرية أن تستفيد منها وهي في مستهل بدء عملها. كما تطرقت المباحثات إلى أهم القضايا والملفات التي يتوقع أن تطرح خلال أعمال الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في مدريد في 26 من نوفمبر المقبل وأهمية التنسيق الخليجي والعربي إزاءها. وحضر المباحثات من الجانب الكويتي أعضاء الوفد المرافق للغانم والذي ضم أمين سر مجلس الأمة فرز الديحاني ومراقب المجلس أسامة الشاهين والنواب الدكتور عبدالله الطريجي وناصر الدوسري ومبارك العجمي وسلمان العازمي، إضافة إلى سفير دولة الكويت لدى الدوحة حفيظ العجمي، فيما حضرها من الجانب القطري نائبة رئيس مجلس الشورى حمدة الصليطي وعدد كبير من أعضاء المجلس والأمين العام.